المواطن يحكي. تونس سي فريد سيدي فهمش وين بعيد السي جون؟ سمحت سيدي حسين 3 كيلومتر 2 كيلومتر على كرتاج؟ لا لا مش كرتاج على وسط البلاد. وسط البلاد 3 ونص 4 ماهيش ابواق هذه سمحت. لا مش منابر معادية. لا اكيد قالوا له راهو الماء يتقص شوي ويرجع يرجع شوي ويتقص يتقص. الاخر قالوا الكلوشرات حالتنا مكربه من الكلوشرات فضح النهار. والاخر قال ما ثمش لا خبز لا ضوء شنو هذه عينة صغيرة من وسط البلاد لأنه سيد حسين هي المدخل نتاع بندحة. بندحة معروف أنه يقص حتى بالخمسة ستة أيام الماء ديما قاصها لأن قناطر الطرقات ماك عارف الحالة نتاع المحول نتاع بندحة ماي كوارث وقعت فيها حتى حوادث وكل شيء. وإذا تحكي على الكلوشرات خاطر الأمن نتاعك لاهي كان بالمعارضة أنت الأمن كان بالمعارضة وكان بحمايتك أنت الأسطول نتاعك نتاع الحماية تقول تاع الولاية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية معناها خاطر أنت غير آمن في شعبك ما أنت مضاعف ثلاث أربع خمسة خمسة ستة مرات من آمن بن علي أنت تخرج في سكنة كاملة معاك خاطر أنت صورة مستفزة صحيح المنطقة الشعبية لكن الحماية كبيرة مستفزة مبالغة فيها مثلا ما ينجمش يمشي بلاصة ما غير والسطوحة والبلايص الكل بكلها بكلها محمية هذيك ما عندوش ثقة ما عندوش ثقة مع حتى حد الراجل إنه عارف روحه متورط مع الناس الكل ما عنده ثقة في حتى حد. هل هذا عمر كرهتنا فيه عمر ماما لكن كان ظروف استثنائية تتحسن ظروف استثنائية قديش؟ قديش تنوقف معك عاصة أنا معك ما حاش كخ الانتخابات وكخ الديمقراطيه وما حاشناش بالحساب بالحباس وكانه شرب وقتاش ما كريس دوله ما كبو الناس الكل بلاك المنطقه تاع التوانسه قبل بو الناس الكل وكانه شرب قارين واو لبسنا الوعود نتاعو بالعنين استرجاع الاموال من خارج وين الداخل ولجنه الصلح الجزائري انت استرجاع الاموال من خارج اللجنه الرسميه باش تصادق على استرجاع الأموال بالخارج ديما العنصر التونسي اللي يحطوا القصار ديما لين حكم مرت بن علي وولاده هز الفلوس قالوا الراجل مش شاكي بيكم وش لجنة الصلح الجزائري نحي الرئيس نتاعها يا ودي راجعكم على 30 ألف مليار ولا قداش بالمليارات ما هو أقالها وقفتوا على علي العريض على 4 و5 آلاف 4 و5 ترانت نتاع ديامون نعم والثمانيني رئيس الحزب في البلاد السيد رئيس البرلمان فكر له أصرها قداش 3000 مليار ولا قداش فلوسه 2700 مليار حسب الشروق والأنوار أي معناها أنوار. سمحني هز ولا هزها هزها وسير بها البلاد أنت تصالح راس الغنوشي موش يباني هو خلي له مليار ولا اثنين يقرضهم هو ولا عزيز نتاع وهز الباقي يا ودي يوفقولك حتى بناته ولاده يوفقولك علي العريض يخلي له قراط ولا اثنين هو العزيزة وهشام ولده منهم منه وهز الباقي امورك واضحة انت الغول البعبع كمال طيف مك حطيته في الحبس ويصير كذا ايه انت شكون شكون مازال بعطلك البلاد يا ودي دلنا خلنا نمشوا بالكف نقف معاك ما عندكش دولة مع مش قادرة على البديل حد شيء ما عندكش دولة بـ 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 بأي منطق تعرف علاش خاطر بعض الناس يتصوروا أنه الدولة سلطة وبرستيج الدولة هو الدولة قالت عيني شيء القصور الدولة ماكلة ماكلة والدولة لبسة والدولة ستيلو والدولة كراسة والدولة دوان تاع سرطان والدولة زريقة مش لحوم حمراء والدولة مش جاي نعود على عظام كرش ولا القدام لان لا لا معنى الفاتوره نتاع اللحم بمليار واش اللحم احمر وشوف الابيض قداش وطوى هذه الدوله اللي عندك والدوله ماهيش عنتريات تشاد والنظام الاقليمي والصواريخ واطلاق وقت الثمانيني البطل راشد الغنوش حاطه انت طوى في زوز متر مربع قالكم احمدوا ربي كي تحل السباله تلقى الماء وترص البطنة تلقى الضوء وولدك ينجم يقرأ وتمشي للحيط تحط الكارت تجبد الشهرية نتاعك تضحك عليه قلت له خمزية وقت الصحف اللي معاه قالوا مزية قالوا لا هذه من مكتسبات الدولة الحديثة انك مجوع وش ما تعطش وصلنا لها وصلنا لها دولة مش قادرة دولة مش قادرة توفر لك الباقيتة بعض ناس قالك 7.5 8 في بعض احياء في العاصمة ما تلقاش خبز بعض الناس ولد قالك الحمد لله نصلي في الصبح حاضر باش من الجامعة نخرج نقز نسد الصف باش نخل الدوري بعد ساعتين شعب الجلسة. قوام الفجر في المخابز قوام نعم للأسف شكون وصلها وصلت أنت بعض الناس واللي فاتك يقولك بالله ونمشي باش نخطف روحي العشرية السوداء نجيب كيلو بن ونجي
نخطف روح العشريه السوداء نجيب كراستين ها وجينا رونتري سكولا ما تطبع الكتب في الصيف نعم ونم الكتب نتاع نتاع شو اسمه الكذا البيداغوجي مكتب البيداغوجي اي ما سماش الى الان انا متابع مجرم اصلا في كل ما هو تواصل اجتماعي وكل ما هو صفحات نعم. رسميه ما سماش ذكر عملوا ما طبعوها في تركيا مناقصه دوليه نعم. إلى الآن ما ثماش مناقصة دولية لطباعة كتاب المدرسي أنا أقدم من سبق صحفي قناة الزيتون يعني بعد عامين من السلطة المطلقة كل وعود السعيد مفسدة مطلقة سلطة مطلقة مفسدة مطلقة واضح يعني فاشل في إدارة الدولة كيف؟ فاشل شنو فاشل ما عندوش فقه الدولة خلاص أريد شنو المشكلة المحزن في الأمر أنه أسقطها وسيسقط وسيرحل وسنتبعه باللعنات الكارثة المشروع الوطني بإذن الله مشروع الوطني ما بعد قيس سعيد سيسقى بتونس 10 سنين وما يصلحهاش والله العظيم أتحدى وكان تجوب شكون نتاع ماليزيا الدكتور مهاتير محمد هم زال حي يجيبوا لتونس والله 10 سنين أخرى اللي يصلحها البلاد شو بيش يصالح بنية تحتية طاحت متروات ما تتصلحش كيران ما تتصلحش سكك ما تمشيش فوسفات ما يمشيش هذه مش مشكلة سعيد مش قلت شكون ثم ورثة كبيرة ورثة كانت مستمرة البلد ذي لولا ثانيا الورثة كانت تتعكس على خاطر باش يوصلها باش الدور العميقة باش يجيبوا سعيد أو غيره ناس كانت تتسقط في البلد ناس الاتحاد الشغل يبعث 20 واحد في الكياس يحبس الكوام نتاع الفوسفات يبعث فرخ صغير 16 سنة يقف قدام ترينو 16 سنة يقف قدام ترينو يقول ما يتعداش فوسفات تعطيل على ما يسمى أسد المناجم هلا شو اسمه هل بول حناك هذا لا خليني لا لا خليني لا لا, لا, لا يقول قلت ما تسماش فوسفات لكن أتحدى إذا تم جهة أمنية محايدة شوف الحسابات نتاع ولد عمه واحد من ابناء عمه حساباته بالمليارات العقود اللي تكسرت مرديف منهم من العرايس ومن مديل الكل مشت للمغرب وخذا فيها الحب عطار وينه الان وينه الان هذا السيد هذاك في المباشر انت في المباشر الاتهامات انا نتحمل مسؤوليتي في القناه لها سقف انا نتحمل مسؤوليتي جملة هذه الاتهامات سيدي ما ثماش اتهامات سامحني الاتحاد اين اتحاد الشغل ماكم عاركيه وماكم ما فيكم يتفصل هاو ذلكم ها حاط لكم رؤوسكم في الوطن حتى ها حبسلكم الأجور نتاع المعلمين نتاعكم هاكم تأمرتوا الأساتذة معاه ترى أعطونا شوية عن تريات نتاع وقت عشرية الحريات تحكم نعم تعرف سبحان الله العظيم ربي في الحديث القدسي يقول وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته طغى أخذ من هذا الحديث وإن من عبادي من لا يصلحه إلا العبودية فإذا حررته طغى مش الاتحاد مش النخبة يا فريد الاتحاد كان يمثل خط متقدم يسمى النخبة الواعية في البلد أو كنا نتصوره هكذا لكن نحن لم نحصل القراءة خط الاتحاد تلاعب بينا في 78 وتعاركوا المراكبية والبانديه الكبار هبطوا حرقوا البلاد 78 على شكون انت قاعد تعارك 78 ما تعارك على عاشور وبرقيبة تعاركوا حرقوا زوز البلاد وبعدين وردتوا الجيش ولا هبطتوا الجيش ولا الجيش كان قابل للتوريط الأرقام الغير رسمية يحكوا على 250-300 شهداء الأرقام الرسمية اللي قلتوا على الجيش في 78 فوق من 1000 فوق من 1000 و84 مو نفس الشيء و80 نفس الشيء البلاد مطالبين أنه نعاودوا قراءة للتاريخ الحديث عارف ليش لأنه بعد الثورة لم نحسن قراءة التاريخ نتاع 15 سنة التالي فوقعنا في شر أعمالنا الاتحاد تجربة إجرامية في التاريخ الحديث يجب أن يحاسب